إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم أخلاقنا. قال عليه الصلاة والسلام: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. لم يقل أكثركم صلاة ولا أكثركم صدقة، إنما قال أحاسنكم أخلاقا. إعداد وتقديم: الشيخ الدكتور إبراهيم بن عبد الله الدويش. تنفيذ: محمد بن سعد الفرشان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. سلام الله عليكم معاشر المستمعين والمستمعات. ما زلت أواصل أخلاقيات المسلم وحقيقة الدين بذكر بعض المظاهر السلبية التي أرجو وأتمنى حقيقة أن يلاحظها المسلم على نفسه وعلى إخوانه، لنحاول أن نصل لعظمة هذا الدين بأخلاقياته، نحاول أن نصل لحقيقة هذا الدين من خلال السلوكيات التي فعلا هي مظهر حضاري وراق لنا كمسلمين. من هذه المظاهر المشاهدة ربما بكثرة إهمال البعض من المسلمين لصحته، عدم عنايته ربما بجسمه، ترك ربما ممارسة قدر من المشي والرياضة التي هي سبب لنشاط الجسم وصحته، بل ومناعته من العلل والأمراض. بعض الناس تجده يأكل كل شيء وأي شيء وفي أي وقت، لا يسأل عن جودة الطعام ونوعيته، حتى كثرة السموم وكثر الغش في الأطعمة والمعلبات وأكلات الوجبات السريعة. ومن أمعن النظر في حال بعض المطاعم وأشكال ربما العاملين فيها أو طريقة إعدادهم للوجبات، أو حتى فطن لمعايير الأسمدة ومواد رش المبيدات في بعض المزارع، علم حقا قدر إهمالنا كمسلمين لصحتنا عند أنفسنا. ثم بعد ذلك نشكو من كثرة الأمراض، ربما السرطانية عافانا الله وإياكم وانتشارها، أو كثرة مظاهر البطنة والبدانة دون استشعار لخطرها، ليس فقط على النفس بل حتى ربما ثقل هذه النفس على الفرائض وعلى العبادات على قسوة القلب. ثم كثرة المستشفيات وإنشائها، كثرة الأطباء، كثرة العلاجات والأدوية وغيرها مما يترتب عليه مصروفات من نواحي اقتصادية لا طائل لها، لن تنتهي. لكن الوقاية خير من العلاج كما يقولون، فلماذا يهمل المسلم هذا الجانب في نفسه؟ المسلم الواعي يعلم أن المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وإن لجسمك عليك حقا. أيضا من المظاهر التي السلبية المشاهدة بكثرة لدى البعض من المسلمين عدم الالتزام مثلا بالتنظيم عند الانتظار والطوابير ليأخذ كل ذي حق حقه، بترتيب وتنظيم، الجميع مشغول، الكل مستعجل، لا بد إذا من الالتفاف والمراوغة، لا بد من الشفاعات، لا بد من الواسطات، وليغضب من يغضب دون مراعاة للمشاعر والحقوق. وقريب من هذا أيضا التجاهل والتساهل بالتعليمات والأنظمة العامة وخاصة المرورية، تعمد مخالفتها من قبل البعض، وكأن يظن بعض الناس أن هذا لا علاقة له بالدين، مما أهلك الكثير من الأنفس من إخواننا وأهلنا وأحبابنا. الحق أننا نحن الذين قتلناهم بإهمالنا وعدم مبالاتنا، بل ربما بكثرة مخالفاتنا. وهذه المشكلة، كم هي الأرقام المخيفة في نسب الوفيات والجرحى والمصابين وأصحاب العاهات بسبب الحوادث المرورية في العالم العربي. بل من أراد أمثلة قريبة على بعدنا عن التنظيم مع أنه في صالحنا ويريحنا، فضلا على أنه ديننا وفيه أجر لنا، فليلقي نظرة على ساحات يعني ومواقف مثلا المساجد يوم الجمعة، ولينظر لانتظام صفوف السيارات هناك، وسيرى الفوضى عند البعض بطريقة إيقاف سيارته وغيرها من الأمثلة، وهي كثيرة في هذا الباب، وأنتم ربما أعلم مني. إذن هل يا ترى نتدارك الأمر ونتعاهد ونتعاون ونتكاتف لإيجاد حل سريع قبل أن يكون الضحية في تلك المخالفة المرورية أو غيرها أنا أو أنت أو أقرب الناس إلى قلوبنا؟ هل نجتهد لإظهار عظمة تعاليم الإسلام وتوجيهاته في حق الطريق مثلا وآدابه، وحق المسلم على المسلم وواجباته؟ من المظاهر أيضا السلبية المشاهدة التي تشعرنا بأن هناك أزمة في السلوك عندنا كمسلمين: إخلاف الموعد، التأخير عنه، عدم الالتزام بالعهد الذي قطعه المسلم على نفسه. نعجب من تساهل الناس في هذا الجانب رغم كثرة النصوص الشرعية
ورغم الآثار السلبية لإخلاف المواعيد أو تأخيرها، فهو يكدر نفس الموعود له ويزعجها ويؤثر في العلاقة ونزع المحبة بينهما، وفيه تضييع لوقت الآخرين، فيه إفساد لكثير من البرامج والمشاريع، كل ذلك من أجل تلك العادة السيئة عند البعض من الناس، وهو أمر مؤلم. حتى أصبح المنضبط بمواعيده هو الغريب بين الناس اليوم، مع أن الجميع يحفظ ويردد مثلا حديث أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، كما في الصحيحين. هذا الدين العظيم بهذه النصوص يعطي حقا ويوضح أزمة السلوك التي يعيشها الكثير من المجتمعات الإسلامية اليوم. إذن متى نتواصى بحسن التنظيم أو الحرص على السلوكيات الشرعية الحقيقية التي تعطي مظهر الحقيقية لديننا؟ متى إذا رأى المسلم مسلما يرتكب مخالفة اجتماعية أو مرورية نبهه إلى هذه المخالفة بالأسلوب الحسن؟ متى يكون لوسائل الإعلام وخاصة المرئي دور يتواكب وحجم مشاكلنا الاجتماعية وبعدنا عن سلوكيات وتطبيق هذا الدين وجماله بآدابه؟ إننا لو فعلنا ذلك باعدنا بين مجتمعنا وبين الكثير من الخسائر المالية، بل والمصائب البشرية والمنكرات الاجتماعية والمنكرات الشرعية. وإذا أصبح التناهي عن المنكرات بشتى أنواعها سجية لأفراد المجتمع، كان ذلك ضغطا نفسيا اجتماعيا على المخالفين، إذ سيواجه المخالف بالإنكار من كل إنسان يلقاه. هو عندئذ سيتراجع ويتخلص، يحاول يتخلص من انتقاد المنتقدين وسؤال السائلين. لا يمكن أن يكون ذلك إلا في مجتمع رباني، مجتمع المؤمنين المتناصحين المتحابين. تحقيق الأمن والأمان بتحقيق حقيقة الإيمان. لا نكتفي معاشر الإخوة بمظاهر الصلاح والاستقامة، بإطلاق اللحية، بتقصير الثوب، هذه كلها جميل ورائع، لكن أن نعيش حقيقة الدين وحقيقة الاستقامة بالسلوكيات والتطبيق لتوجيهات هذا الدين، أن نتمثل حقيقة الدين، أن نتواصى بالحق ونتواصى بالصبر عليها، أن نضع أيدينا بأيدي بعض، أن نضع أيدينا بأيدي المسؤولين والمقيمين كمواطنين وغيرهم من أجل إسلام رفيع، من أجل حضارة ورقي منشود. تعالوا لنتناصح ونتغافر، وليعذر بعضنا بعضا من أجل الصالح العام، فإنها علامة تصحيح الأخطاء، ومن ثم الرقي والتقدم والحضارة والتحضر التي فعلا نودها ونتمناها ونتناقش ونتساءل عنها كثيرا في مجالسنا. لعله من خلال هذه المشاهد السريعة نحرص فعلا على التواصي بتطبيق سلوكيات هذا الدين بواقعنا، واقعا معاشا، حتى يكون المسلم فعلا قرآنا يمشي على وجه الأرض. هذه كلمات من قلب محب، أسأل الله تعالى أن تقع موقعها وأن تجد مكانا في قلبك. وإلى لقاء آخر، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أخلاقنا. قال عليه الصلاة والسلام: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. لم يقل أكثركم صلاة ولا أكثركم صدقة، إنما قال أحاسنكم أخلاقا. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور إبراهيم بن عبد الله الدويش، تنفيذ محمد بن سعد الفرشاوي.